فخير ما نبدأ به هو القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فيها من أساور من
فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن